قلعه الكوره وراك احنا جينا دايما على طول هنغني ونقول ايه زمان نادينا وراك في كل مكان وراك في اي زمان اي نرجع الامكان مين هيطلع علينا لقطة ممتازة من جمهور نادي الزمالك اللي متعودين عليه، ولكن اللقطة دي لفت نظري كده. شاب راجل شايل ابنه الصغير، عشان كده بقول لك ده عشق من الطفولة، اهو ماسك الكوفية وبيلعب بيلف بيها كده وبيشجع بحماس جدا، يعني بسم الله ما شاء الله عليه، يعني حماس كبير جدا. حب الزمالك دايما زي ما بنقول ده عشق من الطفولة، مش قصة كام بطولة. ومينا مينا ماهر طبعا زميلنا العزيز هنا في قناة الزمالك، برنامج رسالتك وصلت، برضو منور المدرجات مع جمهور نادي الزمالك، والولد حماسه جميل جدا، يعني هي الحتة بتاعت الطفل الصغير دي عظيمة جدا جدا. بعد عشر سنين بقى الولد ده ممكن يقود بقى المدرج وياخد بقى، بس لسه يبقى مش متجوزش يعني، يبقى ياخد ابنه معاه بس لما يكبر شويتين ثلاثة كمان.